بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في قسم هندسة الاتصالات، في هذا الفيديو نكمل سلسلة المحاضرات المتعلقة بمادة صيانة أنظمة الاتصالات. في المحاضرة السابقة وضحنا بعض النقاط المهمة المتعلقة بموضوع السيلولار سيستم، الأنظمة الخلوية، وقلنا الهدف الأساس من هذه الأنظمة هو زيادة سعة النظام، واللي نعني به بزيادة سعة النظام هو زيادة عدد المستخدمين، وهذا يتم من خلال تقسيم الخلايا الكبيرة إلى خلايا صغيرة بواسطة تقليل القدرة المرسلة الخاصة بتغطية الخلية، حيث إن هذا العمل سوف يتيح لنا إعادة استخدام النطاق الترددي أو الطيف الترددي مرة أخرى في خلية ثانية تبعد بمسافة تضمن عدم حصول الانترفيرنس. وعلى هذا الأساس قسمنا النطاق الترددي وفق آلية معينة اللي سميناها Frequency Reuse، وأخذنا عملية تحديد موقع الخلية اللي راح نعيد استخدام بها الترددات مرة أخرى بموضوع سميناه Location Co-Channel Sales، وتم حل بعض الأمثلة توضح موقع تحديد إعادة استخدام القناة، وأخذنا مثال يوضح تخصيص تردد لكل مستخدم وتقسيم النطاق الترددي بين الخلايا مع أخذ بنظر الاعتبار الكونترول شنر. المفاهيم اللي راح ندرسها بهذه المحاضرة واللي هي جزء من المفهوم العام للأنظمة الخلوية وأساسيات تصميمها، راح ناخذ Channel Assignment Strategies، وهذا الموضوع يوضح استراتيجيات المستخدمة لتحديد القناة وإدارة القناة بعد حصول عملية الهاند أوفر. وراح نشرح اثنين من الاستراتيجيات اللي هي الفيكسد والدايناميك استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك راح ناخذ مفهوم الهاند أوف بالتفصيل، شلون راح تتم العملية وما هي المعايير المحددة للقيام بعملية الهاند أوف، أيضا البريوريتايزينج هاند أوف، الأسبقيات بالهاند أوفر راح ناخذها، إلى أن نختم المحاضرة بموضوع البراكتيكال هاند أوف كونسيدريشنز، الموضوع المحددات العملية اللي لها علاقة بالهاند أوف مثل الموبايل فيلوسيتي واللاين أوف سايت اللي متعلق بالنسبة للمستخدم أو بحركة المستخدم. نيجي هسه للشانل أسايمنت استراتيجيز. For efficient utilization of radio spectrum, a frequency reuse scheme that is consistent with the objectives of increasing capacity and minimizing interference is required. يقول للاستخدام الكفوء للطيف الترددي، فإن الفريكوينسي ريوز يستخدم بما يتفق مع زيادة السعة واللي نعني بها زيادة عدد المستخدمين وتقليل الانترفيرنس. Channel Assignment Strategies developed to achieve these objectives. هاي الاستراتيجيات طورت لتحقيق لهذه الأهداف، لزيادة السعة ولتقليل الانترفيرنس. The choice of channel assignment strategy impacts the performance of the system. يقول لي اختيار أو استراتيجية تحديد القناة تؤثر على أداء النظام. As to how calls are managed when a mobile user is hand off from one cell to another. مثل كيفية تدار المكالمات عندما الموبايل يتحرك من خلية إلى أخرى. There are two strategies of channel assignment. يقول هناك استراتيجيتين لتحديد القناة عندما الموبايل يوزر، اليوزر المتحرك، يتحرك من خلية إلى أخرى، اللي هي الفيكسد استراتيجي والدايناميك استراتيجي. الفيكسد channel assignment strategy يقول لي بهاي استراتيجي each cell is allocated a predetermined set of voice channels. هاي معلومة احنا نعرفها، يقول لي كل خلية سيتم تخصيص لها مجموعة من القنوات الصوتية راح تكون ثابتة. Any call attempted within the cell can only be served by the unused channels.
يقول لي أي محاولة لإجراء مكالمة داخل الخلية ممكن أن يتم تلبيتها بواسطة قنوات غير مستخدمة. If all the channels in that cell are occupied, يقول لي إذا كل الشانلات داخل هاي الخلية هي مستخدمة, the call is blocked, المكالمة راح يتم حجبها, and the subscriber does not receive services, والمستخدم ما راح يحصل على خدمة. زين. This problem solved by using following strategy. إذن تحديد القنوات بالفيكس استراتيجي, يقول لي كل خلية راح يتم تخصيص لها مجموعة من القنوات, وكل مستخدم راح يجي يحاول الوصول إلى الخدمة يجب أن نلبي له واحدة من هذه القنوات, وإذا كانت هذه القنوات جميعها مشغولة بهالحالة راح يصير بلوكينج للمكالمة, يعني راح تحجب المكالمة وما راح يوفر خدمة للمستخدم. هاي العملية أو هاي المشكلة شلون حلوها؟ This problem solved by using following strategy. استراتيجية الاستدانة. A cell is allowed to borrow channels from a neighboring cell if all of its own channels are already occupied. يقول لي بهاي استراتيجية الخلية راح تستعير أو تستقرض قناة من الخلية المجاورة إلها. زين. The mobile switching center supervises such borrowing procedure and ensures that the borrowing of a channel does not disrupt or interfere with any of the calls in progress in the donor cell. يقول لي هاي عملية الاستدانة يجب أن تكون تحت إشراف الموبايل سويتشينج سنتر, وإحنا قلنا الموبايل سويتشينج سنتر راح يكون هو العقل واللي راح يربط بمجموعة من البيس ستيشنز, هو اللي راح يدير عملية الاستدانة بما يضمن بأنه الخلية اللي راح يتم استدانة القناة من عندها تكون ما تسبب تداخل أو ما تسبب بإنهاء مكالمة مستمرة بذيش الخلية. الاستراتيجية الثانية اللي عنده بعد الفيكسد هي الدايناميك شانل أساينمنت استراتيجي. هاي شو تقول الاستراتيجية؟ تقول فويس شانل ار نوت الوكيتد تو ديفرنت سيل بريمنتلي. يقول هنا بهاي الاستراتيجيات ما راح يخصص قنوات صوتية لكل خلية ثابتة بصورة نهائية مثل ما كان يسوي بالفيكسد. Each time a call request is made, the serving base station request a channel from the mobile switching center. بهاي الاستراتيجي بما انه هو ما راح يخصص لكل خلية مجموعة من القنوات, فكل مرة تريد تصنع مكالمة او تطلب مكالمة البيس ستيشن يطلب تخصيص قناة من الموبايل سويتشينج سنتر. Increasing channel utilization and reduce the probability of blocking. هذا ايش راح يسوي بالتالي؟ راح يزيد من استخدام امكانية استخدام القناة وينقص او يقلل من احتمالية البلوكينج من حجب المكالمات, وهذا الشيء عكس اللي كان موجود بالفيكسد. بالفيكسد كان كل خلية فرضا هاي الخلية الاولى راح يحدد لها 100 شانل, الخلية الصفة راح يحدد لها 100 شانل, هاي الخلية لما بيها 100 مستخدم المكالمة رقم 101 راح يصير لها بلوكينج ما راح يوفر لها شانل الا يروح للبارامينج استراتيجي ويستقرض لها شانل من هاي الخلية اللي بصفها. زين هاي الاستقراض يجب ان تكون هاي الخلية ما مستخدمة هاي الشانل وما تأثر على بقية المستخدمين, يلا ممكن ان يستقرض لها. بالدايناميك شانل اساينمنت ما يجي يقول اخصص لكل خلية مجموعة من القنوات, لا, يخلي الموبايل سويتشينج سنتر MSC هو اللي يحدد عدد القنوات. فهنا عدد المستخدمين بهذا البيس ستيشن لما يصيرون 100 راح يطلب من الموبايل ستيشن يخصص له, لما يصيرون 101 راح يبقى الموبايل سويتشينج سنتر يخصص له العدد القنوات اللي يحتاجها, ما راح يخصص لكل قناة عدد, لكل خلية عدد من القنوات ثابت, وهذا اكيد راح يؤدي الى زيادة سعة النظام. The mobile switching center collect real-time data on channel occupancy, traffic distribution, radio signal strength indications of all channels.
بهاي العملية الموبايل سويتشينج سنتر راح يبقى في حالة جمع للبيانات المتعلقة بالخلية بصورة مستمرة وبالريال تايم، اللي هن شنن المعلومات الترافيك ديستريبيوشن راديو سيجنال سترينث انديكيشنز، وهذا راح يؤدي this increases the storage and computational load of the system، وهذا راح يزيد العبء على الموبايل سويتشينج سنتر. هسا نجي للهاند اوف. شنو مصطلح الهاند اوف؟ when a mobile moves into a different cell while a conversation is in progress، عندما الموبايل يتحرك بين خلايا مختلفة أثناء المكالمة، the mobile switching center automatically transfers the call to a new channel belonging to the base station. بصورة مباشرة لازم الموبايل switching center بصورة آلية ينقل المكالمة إلى قناة جديدة تعود إلى البيس ستيشن الجديد اللي راح تدخله الموبايل المتحرك. This hand off operation involves، هاي عملية الهاند اوف تشمل شنو؟ identify a new base station، لازم نعرف البيس ستيشن الجديد الخلية الجديدة اللي راح ندخل لها. Allocating voice and control signals channels associated with the new base station، لازم يخصص voice و control channel بالbase station الجديد. System designer must specify an optimal signal level at which to initiate a handoff. زين، أنا هسا عندي 2 cell، هاي cell وهاي cell مجاورة إلها. شو وقت يصير الهاند اوفر؟ لما الموبايل يتحرك من هاي الخليه يعبر للخليه الثانيه، فمن يعبر لهاي الخليه كون اعرف البيس ستيشن اللي انا عبرت له، كون هذا البيس ستيشن يخصص لي شانل فويس شانل وكنترول شانل. زين، على اي اساس يصير عمليه الهاند اوفر او الهاند اوف؟ يقول لي المصمم يجب ان يخلي لي مقدار اوبتيمم سيجنال ليفل، مقدار معين من قياس لقدرة الإشارة، عند هذا المقياس يصير عندي الهاند اوفر. The minimum usable signal for acceptable voice quality at a base station receiver between minus 90 dBm and minus 100 dBm, a slightly stronger signal level is used as a threshold at which a handoff is made. يقول لي أقل قيمة للإشارة لقدرة الإشارة المقبولة حتى أحصل جودة صوت مقبولة عند البيس ستيشن هي بين السالب 90 دي بي أم والسالب 100 دي بي أم، لذلك أكو ثريشولد عنده راح يكون الهاند أوفر. هسا هو إيش قاعد يقول لي؟ عندي يقول لي عندك هذا المارجن مال الهاند أوفر، هامش هاند أوفر شلون راح يصير؟ راح يساوي لي قدرة المستلمة، القدرة المستلمة للقيام بعملية الهاند اوفر ناقص القدرة المتفق عليها، اقل قدرة حتى تكون المكالمة الصوتية مقبولة. زين، فش راح يكون عندي؟ يقول لي if هذا المارجن هذا الهامش is too large، اذا كلش كبير، unnecessary hand offs which burden the mobile switching center may occur. يعني شنو معناها؟ أنا حتى تصير عملية الهاند أوفر عندما الموبايل يتحرك من خلية إلى خلية ثانية، المعيار الحاسم للبدء عملية الهاند أوفر هو مقدار القدرة اللي يستلمها البيس ستيشن، هذا البيس ستيشن. فش راح يتم الاتفاق؟ راح يتم الاتفاق على ثريشولد معين، أقل قدرة بيها الإشارة المكالمة الصوتية تكون مقبولة هي بين سالب 90 دي بي وسالب 100 دي بي، لذلك حطوا هامش. هذا الهامش شلون ينحسب؟ أنا قاعد أتحرك بكل لحظة، هذا الهامش راح يحسب لي القدرة الحالية، البيس ستيشن راح يحسب القدرة الحالية للموبايل يوزر وينقصها من أقل قدرة ممكنة. فإذا كان حاصل الطرح بين الكمية الباور اللي قاعد يقيسها البيس ستيشن
الخاص باليوزر اللي عنده مكالمة، ناقص المينيمم يوزابل، أقل قدرة ممكنة للحصول على مكالمة صوتية مقبولة. إذا كان هذا الهامش كلش كبير، معناها هذا اليوزر بعده ضمن الخلية، فعملية الهاند أوفر غير ضرورية. بس هذا ايش راح يكلفني؟ راح يكلفني عبء على الموبايل سويتشينج سنتر، يبقى يراقب بصورة مستمرة هذا اليوزر. زين، if delta is too small، اذا صار القيمة كلش قليلة بين القدرة اللي قاعد يقيسها البيس ستيشن للموبايل يوزر المتحرك وبين اقل قيمة باور ممكن بيها تكون المكالمة الصوتية مقبولة، هذا الهامش اذا كان كلش قليل، there may be insufficient time to complete a handover before a call is lost due to weak signal conditions. يقول لي اذا هذا الهامش صار كلش صغيروني، معناها هذا الموبايل يوزر راح يعبر للخلية ثانية وربما ما راح يصير عندك الوقت الكافي حتى تصير عملية الهاند اوفر والخلية الثانية تخصص لهذا اليوزر شانل صوتي وكنترول شانل. زين، هذا هسه الشكل راح يوضح لنا المسألة. فيجر اي، هذا الفيجر demonstrates a handoff is not made and the signal drop below the minimum acceptable level to keep the channel active. This dropped call event can happen excessive delay by the mobile switching center in assigning a handoff. The threshold delta is said too small for the handoff time in the system in deciding when to hand off. Important to ensure that the drop in the measured signal level is not due to momentary fading and that mobile is actually moving away from serving base station. In order to ensure this, the base station monitor the signal level for a certain period of time before a handoff is initiated. شنو يريد يقول لي هنا؟ يقول لي هذا شكل يوضح لك مسألة الهاند اوفر. هسه انا عندي اليوزر هذا المتحرك داخل هاي السيارة مرتبط بالبيس ستيشن الاول، تم تخصيص له فويس شانل وبدأت المكالمة والان المستخدم دا يتكلم. هذا المستخدم دا يمشي باتجاه الخلية الثانية اللي يخدمها البيس ستيشن الثاني. عندما وصل للنقطة اي، خلينا نصعد لفوق، القدرة received signal level هي هنا level at point اي. زين، هو ايش عنده؟ عنده هذه الخط، هو يمثل الهاند اوف threshold، هذا الحد اللي لازم عنده تصير عملية الهاند اوفر والا المكالمة راح تنتهي، يتم فقدانها. زين، هذا الحد شنو هو؟ هو اقل قدرة ممكن تبقى بيها المكالمة مستمرة. فهسا احنا هذا اليوزر بدأ يتحرك، وصل للنقطة اي، بالنقطة اي هو الليفل ات بوينت اي، هو فوق مستوى الثريشولد فما عنده مشكلة. لما عبر وصل للبوينت بي، صار الليفل القدرة عنده، وصل الليفل القدرة هو اقل، وصل لهنا، وهاي النقطة هي أقل من أقل قدرة ممكنة أن تكمل الإشارة بها بمستوى مقبول. فش راح يصير؟ المفروض يصير قبل هاي النقطة عملية هاند أوفر، بس بما أنه ما صارت عملية الهاند أوفر، إذن هنا الكول إز ترمينيتد، راح تنتهي المكالمة. بس لو نجي للشكل بي، عند النقطة أي المستخدم عنده مقدار من القدرة تسمح له أن يجري المكالمة. لما نوصل لنقطة معينة اللي هاي بالمنتصف، صار مستوى القدرة وصل لمستوى level at which handoff is made. هنا راح يصير عدة عملية handover ومباشرة يروح للبيس ستيشن الثاني اللي راح يخصص له voice channel جديدة يحول عليها وتستمر المكالمة. The length of time needed to decide if a handoff is necessary depend on vehicle speed. حلو، يقول لي الطول، الفترة الزمنية اللي نحتاجها لتحديد الهاند اوفر
يعتمد على الفيكل سبيد، على سرعة المركبة أو على سرعة الموبايل المتحرك. If the slope of average received signal level is steep, the handoff should be made quickly. يقول لي إذا بدت مقدار المعدل الإشارة أو مستوى الإشارة المستلم بدأ ينحدر، إذن هاي المقدار القدرة المستلمة بدأت تصير قليلة، وهنا لازم نخلي عملية الهاند أوفر تتم بسرعة. Information about the vehicle speed. المعلومات حول سرعة هاي المركبة من راح يحصلها البيس ستيشن؟ Compute from the statistics of the received short-term feedback signal at the base station. راح يتم حسابها بعمليات إحصائية بالاعتماد على السيجنال المستلمة عند البيس ستيشن. The time over which a call may be maintained within a cell without handoff is called dwell time. يقول الزمن اللي تبقى به المكالمة قبل لا تتم عملية الهاند اوف راح نصيح له dwell time. The dwell time of a particular user is governed by a number of factors which include propagation, interference, distance between the subscriber and the base station, and other time varying effect. يقول لي هذا dual time اللي هو زمن بقاء المكالمة قبل لا يصير عملية الهاند اوفر يعتمد على مجموعة عوامل اللي هي البروبوجيشن، الانترفيرنس، الديستنس between the subscriber and the base station و other time varying effects. Hand off in first generation analog cellular system. شون كانت عملية الهاند اوف بالفيرست جنريشن اللي هو مبني على مبدأ الانالوج سيستم؟ يقول السيجنال سترينث ميجرمنتس ار ميد باي بيس ستيشنز اند سوبرفايزد باي ذا موبايل سويتشنج سنتر. الاشارة يتم مقياسها بواسطة البيس ستيشن ويتم خدمتها بواسطة الموبايل سويتشنج سنتر. فالبيس ستيشن اذا شاف هذا الموبايل يوزر المتحرك بدأت قدرته تنخفض مباشرة يخاطب الموبايل سويتشنج سنتر، يشوف له بيس ستيشن قريب حتى يخصص له شانل جديدة. Each base station monitors the signal strength of all of its reversed voice channel. يقول للبيس ستيشن مثل ما قلنا راح يراقب قدرة أو قوة الإشارة للشانل الراجع، يعني الشانل للإشارة الصوتية من الموبايل يوزر للبيس ستيشن. To determine the relative location of each mobile user with respect to the base station tower. حتى يحدد موقع نسبي للموبايل بالنسبة إلى البيس ستيشن، يحدد موقع الموبايل وين صار يبعد عن البيس ستيشن. The locator receiver is controlled by mobile switching center and is used to monitor the signal strength of user in neighboring cells which appear to be in need of handoff and reports all RSSI values to the mobile switching center. Based on the locator receiver signal strength information from each base station, the mobile switching center decides if a handoff is necessary or not. هنا أنا مثل ما قلنا هاي الإشارة وقدرتها راح يبقى يقيسها البيس ستيشن ويرسل المعلومات للموبايل سويتشنج سنتر، وهو اللي راح يقرر if a handoff is necessary or not، إذا كان عملية الهاند أوفر ضرورية أو لا. الهاند أوف in second generation system بالجيل الثاني that use اللي يستخدم digital TDMA technology. Hand off decisions are mobile assisted. هنا عملية الهاند أوفر هناك بالجيل الأول كانت تعتمد على البيس ستيشن إنه هو يقيس قدرة الإشارة أو قوة الإشارة المستلمة بالريفيرس شانل اللي راجع من الموبايل حتى يحدد موقع الموبايل. بالسكند جينيريشن اللي صار شنو؟ إنه عملية الهاند أوفر أو اتخاذ قرار بالهاند أوفر يتم بمساعدة الموبايل. الموبايل assisted handover. Every mobile station measures the received power from surrounding base stations and continually reports the result of these measurements to the serving base station. بهذه ال هنا بالجيل الثاني كل موبايل ستيشن يبدي هو يقيس مقدار القوة القدرة اللي يستلمها من جميع البيس ستيشنز المحيطة به بصورة دورية، ويرسل هاي القراءات
إلى البيس ستيشن اللي هو حاليا تحت خدمته. A handoff is initiated when the power received from the base station of Nyquoring cell beings to exceed the power received from the current base station. لما يصير مقدار الباور اللي يبدي يقيسه هذا الموبايل من base station مجاور أكبر أو تتجاوز القدرة اللي قاعد يستلمها من base station تصير عملية الhandover a certain level or for a certain period of time. And mobile assisted handover method enables the call to be handed over between base station at much faster rate than in first generation. بمساعدة الموبايل للقيام بعملية الهاند اوفر هذا خلى عملية الهاند اوفر تكون اسرع من الفيرست جينيريشن since the hand off measurements are made by each mobile بحيث انه عملية الهاند اوفر والقياسات راح تتم بالموبايل and the mobile switching center no longer constantly monitors signal strength. وهنا الموبايل سويتشنج سنتر ما راح هو يتم بمراقبة الإشارات بصورة مستمرة. Mobile assisted handover is particularly suited for microcellular environments where handoff are more frequent. يقول هذا النوع من عمليات الهاند اوفر يكون جدا ملائم ومفيد لما يصير عندي مايكرو سيلولار انفايرومنت لما تكون الخلايا نوعا ما صغيره حيث عمليه الهاند اوفر تكون بصوره مستمره. زين prioritizing handoffs there are two methods for giving priority to handoffs guard channel and queuing. يقول هنا لك نظريتين لإعطاء الأسبقية في عمليات الهاند أوف اللي هي الغارد شانل والكوينينج. الغارد شانل شنية هاي النظرية A fraction of a total available channel in a cell is reserved exclusively for hand off request from ongoing calls which may be handed off into the cell. يقول لي بهاي النظرية جزء من العدد الكلي للقنوات بالخلية يحجز بصورة خاصة لعمليات الهاند اوف لما يصير عليها طلب من أحد المكالمات المستمرة. زين This method has disadvantage. هاي النظرية بها نوع من العيوب of reducing the total carried traffic as a fewer channels are allocated to originating calls. هاي عيوبها او مظاهرها انه راح تقلل لي من عدد القنوات اللي راح تخصص لبدء المكالمة لان اكو قسم منها راح احجزها لهاند اوف فلما ما يصير عندي هاند اوف راح تكون هاي القنوات شبه الضايعة من عندي ما راح استفاد منها. زين الكيوينج اوف هاند اوف ريكوست النظرية الثانية نظرية الانتظار decrease the probability of forced termination of call of a call due to lack of available channels. هاي تنقص لي احتمالية انهاء المكالمة بقوة بسبب نقصان القنوات المتوفرة. شلون؟ There is a trade-off between the degrees in probability of forced termination and total carried traffic. ويقول لي هنالك اكو نوع من المقايضة بين نقصان الاحتمالية واحتمالية إنهاء المكالمات والتوتال ترافيك والتوتال كاريدي ترافيك. Queuing of handoffs is possible due to the fact there is a finite time interval between the time the received signal level drops below the handoff threshold and the time the call is terminated due to insufficient signal. يقول لي هاي عملية الانتظار لكيوينج handoff هي ممكنة بسبب انه في الحقيقة هنالك فترة زمنية كافية بين انه زمن استلام الاشارة او هبوط قدرة الاشارة اقل من المستوى او الحد اللي تنتهي به المكالمة. زين هذه الديلي the delay time and size of queue is determined from the traffic pattern of the particular surface area. هاي الفترة الزمنية اللي قبل لا تكون عملية الهاند اوفر او انهاء المكالمة تعتمد او يتم تحديدها من الترافيك باترن اوف ذا بارتيكولار سيرفيس اريا من خلال الزون اللي يتحكم بالخلية.
It should be noted that queuing does not guarantee a zero probability of forced termination. هاي العملية ما راح تضمن لي تنطيني جارنتي بأنه ماكو احتمالية لإنهاء المكالمة أو لانهيار المكالمة. Since large delays will cause the received signal level to drop below the minimum required level to maintain communication and hence lead to forced termination. هو الكيوينج شي يقول؟ يقول أنا عندي فترة زمنية، هاي الفترة هي الفترة اللي بيها الموبايل ستيشن يبقى يستلم أو تبقى مقدار القدرة اللي تضمن عملية الاتصال هي عالية وكافية قبل لا يوصل للترشل. فهنا أنا شي يقول لي يجب أن نلاحظ أنه هاي النظرية ما تنطيق ضمان 100% أنه zero probability لأنه 100% أو الاحتمالية إنهاء المكالمة راح يصير صفر. ليش؟ لأن يلي إذا أنطيت ديلي كلش كبير، لأن ربما الديلي العالي يسبب بأنه أنت الإشارة تهبط إلى مستوى دون مستوى الثريشولد، وبالتالي تنتهي المكالمة بالقوة. زين. Practical hand off considerations. بعض الاعتبارات العملية للهاند اوف. In practical cellular systems, several problems arise when attempting to design for a wide range of mobile velocities. المعيار هنا عندي mobile velocities، سرعة الموبايل. High speed vehicles pass through the coverage region of a cell within a matter of seconds. يقول لي الموبايل أو العجلة المتحركة بسرعة عالية تمر خلال منطقة التغطية للخلية خلال ثواني. Whereas pedestrian users may never need a hand off during a call. بينما الشخص اللي يمشي أو المتحرك يعني بدون عجلة أو بدون مركبة ربما لا يحتاج لعملية الهاند اوفر طيل فترة المكالمة. The mobile switching center can quickly become pertinent if high-speed users are constantly being passed between very small cells. يقول لي هذا الموبايل switching center ممكن أن يتحمل عبء بالشبكة إذا كان هذا الموبايل يتحرك بصورة سريعة كلش. ليش؟ لأن هذا راح يبقى يقيس مقدار القدرة إلى بصورة مستمرة، وبصورة مستمرة لما يوصل للثريشولد راح يكون مضطر انه يشوفه على يابس ستيشن قريب حتى يحدد له شانل خاصة بنقل الفويس، شانل خاصة بالكنترول. Several schemes have been devised to handle the simultaneous traffic of high speed and low speed users while minimizing the handoff intervention from the mobile switching center. يقول لي هواي مخططات عالجت هاي السرعة العالية والسرعة المنخفضة للعمليات الهاند اوف وتدخل الموبايل سويتشينج سنتر. Another practical limitation is the ability to obtain a new cell site. هو المشكلة الثانية أو البراكتيكال limitation المحدد الثاني هو المقدرة الحصول أو قابلية الحصول على موقع خلية جديد. زين. The umbrella cell approach used to provide large area coverage to high speed users. هسه هاي المشكلة شلون حلوها؟ انه اكو يوزر يستخدم سرعة عالية وممكن ان ينتقل من خلية لخلية بسرعة عالية، وهذا راح يخلي الموبايل سويتشينج سنتر بحالة انشغال تام، وهذا راح يكون عبء على الشبكة. سووا هاي وحدة من الحلول. The umbrella cell approach، نظرية المظلة، used to provide large area coverage to high speed users، يسوي منطقة تغطية كبيرة للمستخدم السريع، while providing small area coverage، يحدد منطقة صغيرة to users traveling at low speeds، للمستخدمين اللي يمشون بسرعة منخفضة. زين. Install additional channels and base station at the same physical location of an existing cell. يقول لي نصب قنوات إضافية وبيس ستيشنات إضافية عند نفس الموقع الفيزيائي للخلايا. Rather than find a new site location by using different antenna heights and different power level
different power levels، يقول لي بارتفاعات مختلفة وقدرة مختلفة. It possible to provide large and small cells، وراح أسوي أحصل على خلايا كبيرة وصغيرة، which are co-located at single location، وكلها راح تكون على نفس الموقع. The umbrella cell approach ensures that the number of handoffs is minimized for high speed users، يقول لي هاي الامبرلا راح تقلل لي عدد الهاند اوف لليوزر اللي يمشي بسرعة. And provide additional micro cell channels for pedestrian users، وراح تسوي لي خلايا صغيرة للمستخدم اللي يمشي بسرعة منخفضة. If high speed user in the large umbrella cell is approaching the base station and its velocity is rapidly decreasing، يقول لي هذا اليوزر المتحرك بسرعة عالية اللي راح بدل ما يمر بهاي الخلية ويعبر لهاي الخلية يصير هاند اوفر ويعبر لهاي الخلية هاند اوفر، راح نخلي هذه التاور اللي راح يكون اعلى وقدرته اعلى ويغطي مساحة واسعة جدا ويشتغل على الموبايل اللي يمشي بسرعة عالية جدا. لكن لو هذا الموبايل انخفضت سرعته بصورة مفاجئة أو صورة سريعة، the base station maybe decide to hand the user into a co-located micro cell، ممكن أن يغير يسوي له هاند اوف بدل من هذا البرج أو التور العالي إلى المايكرو سيل، إلى الخلايا الصغيرة، without mobile switching center intervention، بدون ما يتدخل الموبايل سويتشنج سنتر ويحمله عبء إضافي. Another practical handoff problem in micro cell system is known as cell dragging. هنا عنده المشكلة الثانية بالهاندوف هي cell dragging، سحب الخلايا. Cell dragging شنو هو؟ يقول results from pedestrian users that provide a very strong signal to the base stations. يقول هذا يصير سحب الخلايا بسبب انه المستخدمين اللي يكونون في حالة سرعة منخفضة اللي هو يمشي، خلينا نقول هذا يجهز very strong signal to base station، هذا ينطي قدرة عالية للبيس ستيشن. such as a situation occurs in urban environment when there is a line of sight radio path between the subscriber and the base station. يقول خصوصا لما يمشي بالمناطق المفتوحة ولما يكون line of sight متوفر بين المستلم والريسيفر. أكيد تعرفون line of sight، انت طلاب مرحلة رابعة، هو يكون هنالك اتصال مباشر بين المستلم، بين الهواء المرسل والهواء المستلم، between the subscriber and the base station. يقول بهاي يصير عملية cell dragging لما البيس ستيشن يقيس مقدار قدرة عالية من اليوزر، خصوصا لما هو يكون يمشي بسرعة منخفضة وخصوصا بالمناطق المفتوحة ولما يكون line of sight متحقق. As the user travels away from the base station، لما يبدي هذا اليوزر المتحرك بسرعة منخفضة أو دا يمشي يروح بعيدا عن البيس ستيشن at very slow speed بسرعة منخفضة جدا، the average signal strength does not decay rapidly، مستوى القدرة ما راح ينخفض بسرعة عالية. ليش؟ لأن المنطقة مفتوحة، line of sight متحقق عده. Even when the user has traveled well beyond the designer range of the cell، حتى لما يتجاوز الزون مال الخلية الأولى ويروح يطب الخلية الثانية راح يبقى مقدار الباور عالي. The received signal at the base station may be above the handoff threshold، راح تبقى مقدار القدرة أعلى من القدرة الخاصة بالثريشولد مع الهاند اوف، فما راح يصير هاند اوف. This a hand off may not be made، بهالحالة ربما ما راح يصير عملية الهاند اوف. This create a potential interference، وهذا راح يسوي لي interference and traffic management problem، ويسوي لي مشكلة في إدارة المكالمات أو الترافيك. Since the user has meanwhile traveled deep within an hypering cell، لأن هذا اليوزر راح يمشي بعمق بالخلية الثانية اللي هي ولا يزال مرتبط بالخلية الأولى. To solve the cell dragging problem، حتى يحل هاي مشكلة السيل دراجينج، hand off thresholds and radio coverage parameter must be adjusted carefully. لازم الهاند اوفر ثريشولد، هذا المقياس والمساحة التغطية، المعايير الخاصة بها يجب أن يتم حسابها بحذر وبدقة عالية. In first generation analog cellular system، the typical time
to make a handoff. Once the signal level is deemed to below the handoff threshold is about 10 seconds. يقول لي بالهاند اوفر بالجيل الاول اللي يعتمد على الانالوج سيلولر سيستم، عمليه الهاند اوفر اللي تعتمد على قدره الاشاره ومقارنتها بالثريشولد تاخذ تقريبا 10 سكندز 10 ثواني. ان نيو ديجيتال سيلولر سيستم بالانظمه الرقميه كالجي اس ام ذا موبايل اسيستد وذ ذا هاند اوف بروسيجر، هاي اللي تعتمد على الموبايل اللي هو راح يكون هو اللي يقيس القدرة مع البيس ستيشن والبيس ستيشن المجاور إلى، وهو يحدد عملية الهاند أوفر بدل ما كان يحددها الموبايل سويتشينج سنتر بالجيل الأول. Determining the best hand off candidate and the hand off once the decision is made، اللي راح يختار أو يحدد عملية الهاند أوفر. Typical requires only 1 or 2 seconds، هنا عملية الهاند أوفر انخفضت بدل ما 10 سكند بالجيل الأول لما دخل الموبايل وبدأ هو يقيس مقدار القدرة وبدأ يساعد بعملية الهاند اوفر، قل زمن الهاند اوفر المحتاج من 1 إلى 2 seconds. The faster hand off process supports a much greater range of options for handling high speed and low speed user and provide the mobile switching center with substantial time to rescue a call that is in need of hand off. يقول لي زيادة سرعة عملية الهاند اوفر راح يدعم لي العديد من الخيارات للمستخدم اللي يمشي بسرعة عالية وبسرعة بطيئة، وراح يعطي القدرة للموبايل سويتشينج سنتر ان يخلي حلول حتى ينقذ المكالمة ويصير عنده هاند اوفر سلس وسليم. The IS95 code division multiple access، في عملية الكود ديفيجن مالتيبل اكسس اللي هي تدخل ضمن تصنيفات سبريد سبيكترام سيلولار سيستم، provides a unique handoff capability that cannot be provided with other wireless system. هاي عندها عملية handover تنفرد بها وتختلف وما تقدر تجهزها بقية الوايرلس سيستم. ليش؟ unlike channelized wireless system، على خلاف الجيل الأول والثاني اللي هو GSM والfirst generation اللي هنا يصيحون channelized wireless system، لأن يجب أن تخصص لكل عملية اتصال channel معينة لليوزر. That assign different radio channel during a handoff. Spread spectrum mobile share the same channel in every cell. مثل ما نعرف الكود division multiplexing ما يعاني من مشكلة ال interference أو أنه لازم كل خلية يحدد لها مجموعة من الشانلات تختلف عن الخلية المجاورة إلها، نفس القنوات تشترك بكل خلية. This the term handoff does not mean a physical change in the assigned channel. وهذا عملية الهاندوف من نقول عملية هاندوف في CDMA ما تعني تخصيص قناة بالخلية المجاورة بصورة فيزيائية، but rather that a different base station handle the radio communication task. لكن تعني إنه base station جديد راح يعالج المكالمة. By simultaneously evaluating the received signal from a signal subscriber at several neighboring base stations, the mobile switching center may actually decide which version of the user's signal is best at any moment in time. أيضا هنا بواسطة مراقبة مستمرة للإشارة المستلمة من السبسكرايبر البيس ستيشنات المجاورة وبمساعدة الموبايل سويتشينج سنتر تقرر أي إشارة هي الأفضل وعند أي لحظة زمنية حتى تصير عملية الهاند أوفر. لهنا thanks for attention، لهنا انتهت المحاضرة. راح أحاول أراويكم برنامج simulation يوضح لنا تأثير الهاند أوفر في شبكات مو جي اس ام ولا سي دي ام اي، في شبكات الواي ماكس. خلينا ننتقل للبرنامج ونشوف. صراحة راويكم تجربة توضح لنا تأثير الهاند اوفر بواحد من البرامج اللي ممكن ان تستخدم لتصميم مختلف انواع الشبكات، سواء الجيل الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا حتى الجيل الرابع والخامس، ومختلف انواع الشبكات الوايرلس لان، الزيجبي، اي نوع من الشبكات اللي هو الاوبنيت. واكو الاوبنيت، طبعا هذا الاوبنيت هو الاصدار القديم، تم تحويل اسمه للرايبر بيل
وهنالك مجموعة من البرامج الأخرى اللي ممكن أن نصمم بها هاي الأجهزة أو الشبكات الخلوية بمختلف أنواعها وأجيالها، مثل الأومنت، مثل الـNS2، الـNS3، ذني أخير برنامجين خاصات باللينكس وغيره من الأوبريشن سيستم. لكن هذا البرنامج صح قديم، لكن ممكن أن عندني تجربة جاهزة بيه، خلي أراويكم إياها. أوبن ديسكتوب، خاصة بدراسة تأثير، هاي تجربة خاصة بدراسة تأثير الهاند أوفر بشبكات الواي ماكس نيتورك. هاي بيئة العمل طبعا الخاصة بالبرنامج، مثل ما نشوف انه عندك هنا بيس ستيشن، هاي مجموعة من الخلايا، فور سيلز، 4 خلايا. هاي الخلية الأولى بها البيس ستيشن رقم 1، هاي بها البيس ستيشن رقم 2 اللي يخدم هاي الخلية، هذا البيس ستيشن رقم 3، هذا البيس ستيشن رقم 4. كل خلية يخدمها واحد من البيس ستيشنز، واحد من البيس ستيشن، كل بيس ستيشن مربوط براوتر عن طريق نوع من أنواع الربط، والراوتر مربوط بسيرفر. هنا أنا شنو عندي؟ عندي يوزر اللي هو موبايل 22، اللي هذا راح يصير يوزر يتحرك، هو متحرك لكن ضمن هاي الخلية، وعندي يوزر ثاني راح يكون متحرك بين الخلايا، يمر ينطلق من طرف هاي الخلية، يمر بطرف الخلية الثانية، يروح للخلية الثانية ثم للخلية الثالثة إلى أن يوصل للخلية الرابعة. طبعا هذا لو نجي نقول له ران ونفذ لنا حتى نشوف شلون راح يتحرك، اللي اراويك شلون يمكن تنفيذه. كونتينيو، هذا السيناريو. هسه السيناريو مثل ما قلت لك بأبسط صورة، هو عبارة عن 4 خلايا على شكل الهكساجون مثل ما تشوفها باللون الأحمر، أطراف الخلية الوحدة. عندي كل خلية يخدمها وبيس ستيشن، هذه البيس ستيشن مربوط براوتر، الراوتر مربوط بسيرفر. التجربة بأبسط صورها انه هذا الموبايل يوزر هو عبارة عن يوزر متحرك. هسه لو نقول له شو انيميشن، راح نشوف هذا اليوزر يتحرك من هاي الخلية، يمر بالخلية الثانية، يمر بالخلية الثالثة، يمر بالخلية الرابعة. طبعا هذا اليوزر تم برمجته انه يتصل او يقوم بالقيام بمكالمة صوتية باستخدام الفويس اوفر انترنت بروتوكول ويا هذا المستخدم اللي هو باللون الاصفر، الموبايل 2-2. ودرسنا تأثير الهاند اوفر لما راح يصير. طبعا هنا الهاند اوفر يمكن اكثر تعقيد راح يصير من الموبايل او من اللي شرحناه بالمحاضرة. ليش؟ لانه هاي الاتصال مثل ما قلت لكم فويس اوفر انترنت بروتوكول، فهنا الموبايل ستيشن لما كان موجود بهاي الخلية اكيد المكالمة راح تصير عن طريق الانترنت، وراح هذا يكون عن طريق IP عنوان هذا الموبايل ستيشن. فمن جرت المكالمة هو حصل IP وتم معرفة عنوانه مع هذا البيس ستيشن، فلما يجي يمر يعبر للخلية الثانية ويرتبط بهذه الخلية راح يستلم IP جديد تابع لرينج هذه الخلية. واكيد هذا راح تاخذوه انتو بالشبكات بالمرحلة الرابعة، خصوصا لما تطبون للسبنيتنج وشون اكو كل خلية لازم يحكمها رينج من الاي بيات خاص بيها. فهذا لما انتقل من هاي الخلية لخلية ثانية صار عنده عنوان جديد. زين، هذا شلون بعد راح يستلم المكالمة تجي إلى بنفس الوقت، ما تروح لغير واحد، العنوان اختلف، الايبيات اختلفت، فراح يكون مستوى تعقيده أكثر. فنرجع نشوف الانيميشن، نشوف هذا البيس ستيشن وين وصل، هذا هنا دا يتحرك. حقيقة من أخلي الانيميشن يشتغل راح تكون حركته بطيئة، فراح أوقفه حتى يتحرك بسرعة. راح نشوفه هنا راح يحول أو يعبر إلى الخلية الثالثة، فالمفروض هنا عندما يصل إلى هاي النقطة راح تصير عملية هاند أوفر. سألو نقول له فاستر، حاول نخليه يشتغل بسرعة. طبعا قاعد يشوفون الباكيتات شلون يتم استلامها وإرسالها عن طريق الراوتر. مثل ما قلت لك المسألة هي فويس أوفر إنترنت بروتوكول، فهذا الموبايل ستيشن يرتبط بالبيس ستيشن، يرسل المكالمة إلى الراوتر، الراوتر يرسلها للسيرفر اللي يشتغل هذا هناك خادم لعملية الفويس اوفر انترنت بروتوكول، وبعدين يعيد ارسالها
إلى هذا البيس ستيشن حتى يسلمها للمستلم أو للطرف الثاني. الساعة تقريبا راح يوصل هذا البيس ستيشن إلى الخلية أو إلى طرف الخلية الثالثة، فراح تصير عملية الهاند أوفر. طبعا هاي مجموعة باراميترات، راح نروح الساعة للنتائج ونشوف هاي عملية الهاند أوفر من تصير شلون راح تأثر بعمليات الاتصال بصورة عامة. طبعا قبل لا نشوف النتائج، لو نشوف هذا المسار اللي مرسوم ادي تراجكتوري، خلي نحول مقياس السبيد للكيلومتر. راح نشوف جراوند سبيد، انه هاي الموبايل تم تخصيص معدل حركة له هو 10 كيلومتر بالساعة، وراح يقطع مسافة يعني بهذه السرعة زمن يحتاج 43 دقيقة حتى يخلص المسار مالته. هاي هسه هنا اخير شي وصل البيس ستيشن الى اخر نقطة نريده يوصلها، وهسه نروح للنتائج حتى نشوف شلون راح تصير النتائج لما هذا الموبايل ستيشن يوصل الى منطقة الهاند اوفر وتتم عملية المناولة للمكالمة من بيس ستيشن الى بيس ستيشن ثاني. صراحة أنهيها للبرنامج حتى لو ما انتهى، راح أقول ستوب. هسه نروح نعرض النتائج View Results. الموبايل المتحرك كان عندي رقم 21، فراح أقول له أعرض لي ال Voice Application تطبيق الصوت، أعرض لي ال Traffic Received وقارن لي بال Traffic Sent. لما اجي ادمجهم راح اشوف هاي عمليات الانخفاض، هاي اللي هنا عمليات الانخفاض في الاداء هو راجع بسبب انه اكو هاند اوفر، بس هذا مثل ما نشوف اكو انخفاض، هاي كل خلية يطب لها عند اطراف الخلية الثانية راح يصير الهاند اوفر، خصوصا بهذه المنطقة وبهذه المنطقة كلش واضح انه دخل للخلية فصار عنده هاند اوفر، لكن هذا شي يعني لي انه المكالمة ما انتهت، قدر البيس ستيشن صح اكو ديلي صار، صح اكو مشكلة بالصوت راح تصير عندي، لكن المكالمة ما انتهت وصار عملية مناولة من بيس ستيشن الى بيس ستيشن الى ان وصل هنا للبيس ستيشن رقم 4، ايضا صارت عملية الها. طبعا هاي الفكرة تم تنفيذها كبحث تم نشره في عام 2014، واللي يريد يشوف خطوات تنفيذ هذا البرنامج بالتفصيل ايضا راح يلقاه موجود على القناة.